مباشرة نواصلوا أهم الاقتراحات والشيوات رفقة خديجة أم إيمان. ألو ألو خديجة، صباح النور. صباح الخير والروح والياسمين، الله يبارك فيك. كيف حشتوا لاباس؟ الحمد لله بارك الله فيك، كل شيء على خير. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. اليوم إن شاء الله غنختموها إن شاء الله بشي شي محليات. أييه واخا إن شاء الله، ولكن غنبدا نعاود ليك واحد الشباكية اللي طلبوني فيها بزاف. نعطيك الشباكية ديالي راه خفيفة وظريفة، خفيفة ولكن كتجي كدوب في الفم. واخا حاجتنا لالا في كيلو ديال الدقيق، كاس ديال الزبدة مذوبة، وكأس ديال المزهر، ونص كاس ديال الخل، واحد البيضة، جلافة ديال الجنجلان مصهد شوية مطحون، معلقة كبيرة ديال النافع، معلقة كبيرة ديال القرفة، وكاس مخلط ما بين زيت البلدية وزيت المائدة. والماء باش نجمع نكملو العجينة. نعاود لكم القضيه في الوقت كنعاودو كنديرو كيلو ديال الدقيق في القصريه، ونضيفوا له زلافه ديال الجنجلان مصهد مطحون، معلقه كبيره ديال النافع، معلقه كبيره ديال القرفه، واحد القريصه ديال الملحه، ونخلطوا النواشف حتى نخلطوا. كنزيدوا زيت العود، الكاس اللي فيه نص زيت العود ونص زيت المائده حتى هي، ونخلطوا مزيان. كنضيفوا كاس ما زهر فيه واحد شويه ديال شعيرات ديال الزعفران الحر. اييه حتى كيطلق شويه، كنوجدوهم 10 دقائق ربع ساعه من قبل، كنضيفوا لهم صافي، كنضيفوا الماء وبقى نعجنوها، ندلكوها مزيان تكون قاصحه شويه باش نحطوها في البلاستيكه تطلق وتجينا، حيت الا رخبناها كتزيد تطلق في البلاستيكه وما كنتحكموش فيها. اييه تكون قاصحه ولكن تبغي تدليك وديريها كويرات وتحطيها في البلاستيكه واحد 5 دقائق صافي، كدلكيها وترقيها وتبقى تشبكي شباكية ديالك وتقليها وتطفيها في العسل. ونعطيك انا العسل ديالي. اييه واخا العسل اللي كناخذ واحد الكاس 2 كيلو سنيده ويطرود الماء، واحد العويد القرفه، ونص حامضه مقسوم على جوج. كناخذ كوكوط كنديروا فيها واحد الكاس ديال سنيده على نار مهيله، ما نحركوهاش حتى كترجع لنا كراميل. فهذيك الساعه كنضيفوا الماء ولكن نسبوه نكبو نبعدو شويه وجهنا، لان كتبقى تطبخ وكطير. كنكبو غير اطرو ديال الماء فوق هذيك السكر اللي رجع كراميل، ونكبو سنيده راه كتحجر لنا لتحت، ولكن مع السخونيه كتحركيها مره مره صافي حتى كتذوب. كنديروا العود ديال القرفه وجوج طريفات طرونشات ديال الحامض ونسدو عليها، غير تبدا تصفر كنحسبو 45 دقيقة. صافي ملي كتسالي 45 دقيقة من الأحسن ديروها في الليل، صافي كطفي عليها، كتحط الكوكوط في بلاصة باردة تخرجيها فوق البوطة وتخليها حتى الصباح، كتجي راه كتلقيها العسل روعة، لا في اللون ولا في المذاق، وكتبقى لك حتى عام. كديرها في قرعة ديال الجاجي إلا شاطلك شوية في الشباكية، ها كديريها توجديها رغيفات ولا شي حاجة معسلة اللي كديري فعلا. اييه كيليق، الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. الله يبارك فيك، مع السلامة رمضان. اييه